اليوم بتاريخ 18/9 تم بداية مناقشة الملف، تم الاستماع المتهمين الرئيسيين، المتهم الأول عبد الصمد الجود والمتهم الثاني يونس أزياد. طبعا تم تأكيد ما أكدوا اعترافاتهم التي تقدموا بها سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام المرحلة الابتدائية، أكدوا جميع المنسوب إليهم. حسب مطالب الدفاع هم كفاعلين رئيسيين، لأنهم هادو مغرري بالنسبة للمطالبين بالحق المدني. هذا الاسم ديال عبد الرحمن أو المغراوي هو بالنسبة لهم كفاعل أصلي، أما بالنسبة لهم هاد المتهمين هم كمغرر بهم من طرف المغراوي، فلهذا هم طلبوا استدعاء المغراوي كفاعل أصلي. بدأ سير الجلسات طبقا للمادة 298 في إطار الملف القضية جاهزة، بدينا في البحث القضية باستماع المتهمين، وقبل ذلك تم تقديم طلب أولي ودفع شكلي من طرفنا كدفاع المتهم السويسري كيفين. الطلب الأولي كان يتعلق استدعاء واحد الشاهد كاميروني، هو شاهد نفي الوقائع اللي كتشكل جريمة، لأن الملف ما فيه حتى شي شهود ديال النفي، وأكدنا المحكمة أن المتهم من حقه يتمتع بخلق حجج وأدلة ديال البراءة كما النيابة العامة تمتعت بالإتيان بأدلة الإدانة. فالمحكمة قامت بإرجاء البت حتى تشوف الضرورة والموازنة ديال حضور هذا الشاهد في المحضر، وهو راه موجود اسمه في المحضر. النقطة الثانية كان دفع شكلي يرتبط بالمادة 21 مع ترتيب الآثار ديال المادة 751. الدفع الشكلي يرتبط بعدم وجود مترجم أمام الشرطة. طبعا السيد الوكيل العام أجاب عن هذه النقطة بأنه يسمح لضباط الشرطة إذا كانوا يحسنون لهجة الشخص المشتبه فيه ألا يستعينوا بمترجم. بالنسبة لي لاح النقطة هذه على المشرع، هو عيب تشريعي في الحقيقة، ولكن نتفق على أنه عيب في المحاكمة العادلة أن تبتدئ بهكذا أمور، يوقع شخص على كتابات لا يفقهها ولا يعلمها، فما قيمة ذلك التوقيع؟ ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.